ولكن على بالنا ان جست كيما هذا سي جست سابت سي ان جست سيمبوليك، ولكن بالنسبه للناس هذوما ان سيطاج باش يسحقوا كلمه شكر، كلمه عرفان، كلمه سي دون لا موتيفاسيون. دونك كيما قلنا حبينا ولا كرهنا سي دي جون كي اون دوني بوكو الفوتبول الجزائري. دونك قوس ولا نبدا العاصمة لاعب دولي ميداي دور في جوج ميديتيرانيا 75. دونك وجودي معكم خاصة لنهاية التربص الكامل اللي دفعتوا عليه، تعبتوا معاه، دفعتوا أموال، لكن لا سيونس نا با دو بري. حسين عباد إلى كومباني نوتر فو، دونك حياتنا حنايا سيرتو حنا لا جينيراسيون تاعنا، في بارتي دو نوتر في، دونك حنا كي كنا في الزنقة، واحد يقول لنا صفصافي، الاخر يقول لنا هرابات، الاخر يقول لنا بتروني، دونك بقات هذيك الاسم يدور في بالنا حتى صافي اون ديزان داني على لوكازيون دون دون فورماسيون جيت انا العنابة، فما دونك لو نو حطيتو مع ليماج ومع لا بيرسون، اون بيرسون بلان دو كاليتي هيومان، معناها علاقات انسانية اكسترا اوردينار. نقول له يعطيك ربي يعطيك الصحة وربي يعطيك القوة إن شاء الله وربي يحفظك، وإن شاء الله حتى حنايا كيما هو تفكرونا من بعد كي نكبروا ويذكرونا إن شاء الله. هذه اللي انتهت على مستوى كاف بي، هذا التربص هذا يعتبر جهوي بما أن كل المتربصين تبعان لرابطة جهوي قسمطينة ورابطة جهوي عنابة. الحمد لله اليوم حضرنا في حفل اختتام، وكان يعني الشيء الجميل هو ان دعوه الى اللاعب الدولي السابق حسين رباط تم تكريمه، لانه هو كان مدير فني جهوي سابق على مستوى الرابطه جهوي عنابة، وكذلك كان من ابرز اللاعبين اللي تقلمسوا الالوان الوطنيه في سنه السبعينات. ولذلك اعتقد هذا البرنامج انتهى، وحنا لان احنا نؤمن الا بالتكوين الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. ديجا ما كنتش نستنى فيها، جليسي كوستو ماتان هضر معايا باش اسمه ناصر اخويا، مبادره طيبه. نشكر كل من كان على رأس هذا التكريم، خاصة سيد رئيس الرابطة المدير التقني الجهوي أعضاء المكتب للرابطة والناس اللي حضرت كاملين باللي ستاجيير دو الموند لي فوتوغراف لي جورناليست وكذا، واحد سما في بليزير الحمد لله يا ربي العالمين. لي ما تسمى كي تشوف كيما هكذا تسمى العذاب اللي تعذبناه بكري كله ما راحش على باطل، فهمني. الحمد لله الناس تعرف، الحمد لله سما في بليزير، سما توشي انورميمون، فهمت. والله اخويا نشكرهم، واش راح نقول لك؟ ان شاء الله ان شاء الله اكيد اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مبادره طيبه، السيد الرئيس خدا بزمام الامور، جو سي كو سيت ان غا دو بارول، ينفذ ان شاء الله. ما عليه ما فيهاش مشكله، رانا هنا سانو فيرا بليزير. هكذاك برك واقف، ما نجمش يعني ما نجمش نوقف، ما نجمش نلعب، واقف برك مسها كيما كذا وفرد. مسرور يعني حضرت التكريم تاع الشيخ حسين رباط اللي يعتبر يعني من خيرة ما انجبت الكره الجزائريه على مستوى ولايه عنابه ولا حتى على مستوى الوطن. يعني هذا احنا قدمنا غير القليل، يعني التفاته حتى لو كانت متاخره، ولكن حاولنا اننا نعبروا له الشيخ حسين يعني مباشره عن امتناننا، عن يعني الاحساس الطيب تاعنا تجاهه، لانه هو بالنسبه لنا يعتبر قدوه كلاعب كمدرب كمواطن، يعني أثر كثير في الحركة الرياضية خاصة في كرة القدم. نطلبوا ربي سبحانه يعطيه الصحة والعافية، وربي إن شاء الله يطول له في عمره، والجزاء تاعه إن شاء الله جزاؤه عند الله، يعني العمل تاعه إن شاء الله تكون ربي هو اللي يجازيه إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكرا. يعطيك الصحة. برك يجي الجير كافحة. هاي يا شيخ، هاي الشيف. اوني دي كوليك. هاي الشيف، هاي. هاي الشيف، هاي. اوني دي كوليك مو براهيم. زملاء المهنة. ولا ابراهيم بن ابراهيم. اه وي اه وي. لازمنا نقيموه احنا ثاني.
هذه ريميرشيمون مشي رباط حسين 16 كاف بي على دابا شنو 87 يا مار شكون اللي دار هكا شي يضروا هذيك من تحت شي يضروا الاسرار برومو هذه بلاك برومو 2022 هذه في الشيخ انا الشيخ حسين حصل لي الشرف اني خدمت مع بون ما كنتش نعرفه كنت نعرفه نسمع هكذا جوار كذا مي حصل لي الشرف اني عملت معاه في 2015 تعينت انا كوم دي تيير كان الشيخ حسين ديجا سور بلاس دي تيير تاع النبا يعني واش نقول كان بمثابه الاب يعني فريمون حكمني احتضنني هكذا في الخدمه في العمل بلي كونسيبل بلي كونساي تاعو يعني ما شاء الله يعني كنت كل شاك فوا تكون عندنا مناسبه باش نتلاقاو في ريونيون مع الدي تي ان كانت يعني لو بليزير والمتعه كانت بوكو بلوس مع الشيخ حسين كي نروح يحكي لي كيفاش كانت كيفاش يعطيني طريقه العمل واسلوب العمل المنهجيه كيفاش نمشي كيفاش التصرفات كيفاش يكون كومبورتمون يعني ما شاء الله يعني شرف كبير انني ولو خديت جزء قليل من الفتره القصيره اللي عملنا معاه بون شيخ حسين كما قال الشيخ ناصر المبدا راه قدم كثير لكره القدم كره القدم الجزائريه ولا كره القدم العنابيه اوطون كو جوور ولا اوطون كونترينور ولا اوطون كو في الاداره يعني من ناحيه التكوين كون مدربين بزاف كون لاعبين ما شاء الله ان شاء الله هذا العمل كامل في ميزان حسناتك شيخ حسين وحنا ان شاء الله ديما نتفكروك وديما ندعيوك من صالح الدعاء ونطلبوا ربي في اللحظه هذه انه يطول في عمرك ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه يعطي غير الاخبار الساره وكيفاش نقولوا العمل اللي قدمته غير ربي سبحانه اللي يقدر يجازيك على الكلام ومهما نختاروا هذيك الجمل ولا الكلمات المعبره المؤثره ما راحش نقدروا نوفيوك القيمه تاعك والحمد لله انه ربي اعطانا الفرصه اننا عرفناك واحتكينا بشخصيه كيما شخصيه تاعك وان شاء الله راك توجور معنا في قلوبنا في كل شيء وبارك الله فيك شيخ في ستاج يدخل ضمن برنامج المديريه الفنيه الوطنيه على مستوى ثلاث جهات الشكر ثاني موصول للمديريه الفنيه الوطنيه على راسها السي قريشي اللي مكننا من تنظيم هذا الستاج على مستوى الرابطه الجهويه لكره القدم معنا.